مدفوعة بزيادة تكاليف الاقتراض وتراجع الحكومات عن دعم الشركات المتعثرة خلال فترة جائحة كورونا، شهدت حالات الإفلاس بين الشركات في الاقتصادات المتقدمة زيادة غير مسبوقة. وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز، فمعدل الإفلاس بين الشركات الأمريكية قد قفز بنحو 30% على أساس سنوي خلال العام المنتهي في سبتمبر الماضي. أما في أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، فقد شهدت الشركات الألمانية ارتفاع حالات الإفلاس بمعدل 25% خلال أول 9 أشهر من عام 2023 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022. وفي عموم الاتحاد الأوروبي ارتفعت حالات التعثر بين الشركات بنحو 13% على أساس سنوي في أول 9 أشهر من العام الماضي، مسجلة أعلى مستوى لها في 8 سنوات. وحتى أكتوبر الماضي فقد شهدت كل من فرنسا وهولندا واليابان ارتفاع حالات الإفلاس بأكثر من 30% على أساس سنوي. هذه الزيادة القياسية في معدلات إفلاس الشركات يرجعها البعض بشكل أساسي إلى معدلات الفائدة المرتفعة، مما يزيد من أعباء خدمة الديون إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة. يضاف إلى ذلك انهيار الشركات التي تخطت أزمة كورونا بفعل الدعم السخي الذي قدمته لها الحكومات والذي توقف مؤخراً. حالات الإفلاس هذه من المتوقع أن تضغط على نشاط الاقتصاد العالمي ونمو الوظائف خلال السنوات القليلة القادمة، حيث حذرت وكالة موديز من أن معدل التخلف عن السداد عالميا سيواصل الصعود هذا العام بعدما وصل إلى 4.5% خلال 12 شهرا المنتهية بأكتوبر الماضي، وهو معدل يتجاوز المتوسط التاريخي المقدر 4.1%.